جايز، اهلا بيكم في اول حلقه من حلقات انجليزي من الصفر. ودي الحلقات اللي انا قررت ابدا اعملها علشان الناس اللي بتبدا انجليش من الصفر. اول حاجه انت هتحتاجها في اي لغه عموما انك توصف، وعشان كده قررت ان ده هيبقى اول درس هنبدا بيه، هو انك توصف حاله، توصف شكل، توصف حالتك، توصف احساسك، مظهرك، مظهر شخص. عشان كده اول درس هيكون عن الصفات. همشي معاك خطوة بخطوة، وكمان هنحل مع بعض. فقرة الحل مش هيكون فيها وقت كتير علشان الفيديو ما يكونش طويل وما يكونش ممل. عايزك تحط في دماغك ان كورس المحادثة لا غنى عنه، او المحادثة عموما لا غنى عنها حتى لو شفت 100 فيديو على اليوتيوب. عايزك اتفق معاك ان اول درس سهل جدا ومعتمد على انك عارف الفرق ما بين الشي والهي والات، يعني عارف ان البنت بنقول لها شي، وان الولد بنقول له هي، وان الجماد بنقول له ات، وكمان عارف ان شي وهي وات بياخدوا از او تصريفات فيرب تو بي عموما. ولكن برضو هراجع معاك الحاجات دي واحده واحده. عايزاك تحفظ الجمل زي ما بقولها كده، احفظها كده، لانك في الغالب مع الوقت هتشيل الكلمه وتبدلها بكلمه تانية. ما تحفظش كلمات، لانك مؤكد لما تحفظ كلمه هتنسى بناء الجمله هيبقى عامل ازاي، تركبها ازاي، تحطها ازاي. عارف كلمات كتير بس مش عارف تعمل جمله، احفظ الجمله زي ما هي كده، لكن مع الوقت هتغير الكلمات. عايز افكرك بالضمائر او البروناونز. البروناونز هو وهي بالانجلش. لو الولد بنقول له هي، بنت بنقول لها شي، لو بنتكلم عن حاجه جماد بنقول عليها ات. اما لو هنتكلم عن مجموعه ناس فبنقول they، لو هنقول احنا بنقول we، لو هنقول انت او انتم هنقول you. دلوقتي هنبدأ مع بعض الجمل. من الجمل هتتعلم تصريف الفعل على طول، فما تحفظش تصريف الفعل، احفظ الجملة زي ما انا بقولها لك كده. لو انا عايز اقول ان الراجل ده بخيل بقول he is stingy. عايزك تقول ورايا he is stingy. عايز اقول ان البنت دي جميلة، she is beautiful. She is beautiful. She is beautiful. ساعات هتسمع الناس بتتكلم American accent وبتقول she is beautiful. مش لازم تتكلم American accent، المهم تتكلم good English. عايز اقول ان الحاجة دي غالية قوي، It's expensive. It is expensive. It is expensive. It is expensive. It is expensive. He is, she is, it is. عايز اقول انا مبسوط، I am happy. I am happy. I am happy. هما غضبانين، they are angry. They are angry. They are angry. عايزة اقول احنا مرعوبين، We are scared. We are scared. We are scared. عايزة اقول انت جذاب، You are attractive. You are attractive. You are attractive. خدت بالك ان احنا قلنا she is, he is, it is، وقلنا they are, we are, you are، وقلنا I am. دلوقتي هنحل مع بعض شوية حاجات كده علشان نتأكد ان احنا حافظين وفاهمين كويس قوي. اول حاجة عايزك توصل pronouns بالحاجة المناسبة ليها علشان نراجع عليهم. انا مش هطول في مدة الفيديو علشان انت ما تزهقش، دورك انك توقف الفيديو وتحاول تحل الاكزامبل، بعد كده تكمل علشان تشوف الحل. التمرين التاني عايزاك بكل بساطة تعمل سيركل او دايرة حوالين الحاجة اللي فيها وصف، الصفة، الادجكتيف. صفة يعني ادجكتيف، اعمل دايرة حوالين الادجكتيف. اما التمرين التالت عايزاك بكل بساطة توصف الصورة. بص على الصورة، وقف الفيديو، اوصفها، وبعدين كمل علشان تعرف الاجابة الصح. The baby is cute. The tree is long. He is rich.
She is bored. وبعد ما خلصنا الشرح والتمارين يعتبر ده البيسك خالص اللي انت تمشي عليه. كل اللي عليك انك تبدل الصفة بالصفة اللي نفسك توصف بيها. هفكرك تاني ان المحادثة مهمة جدا علشان تطبق على اللي انت سمعته وحفظته النهاردة. مستنية منك تعليقات بحاجة انت نفسك توصفها وايه هي الجملة اللي استفدت بيها النهاردة ورأيك كمان في الفيديو. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب علشان تشوف دايما الحلقات الجديدة اول ما تنزل، وما تنسوش تعملوا شير علشان اصحابكم يشوفوا الفيديو ده. شكرا ليكم وشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.